بس قلت لك ايش كان بعد؟ ايش كان كاملي؟ هاي قطعة كبيرة الشكل ولا تلعب حتى يمين؟ بجوي كامل جابها القطعة كاملة بمليون أنا بدأت أتعرف على الثقافة اليابانية قبل تقريبا 5 سنوات. بدأت أتعرف عليها عن طريق صديقتي. كنت بالبداية أقول أشنو هاي أنمي مال الأطفال ومنو يطمش عليها. وغاب فترة أنا عجبت بها للأنمي بشكل عام وبدأ ولعي بها. فقمت أتابع أنميات كثيرة منها جوجيتسو، هجوم العمالقة وكثير أشياء منها. أخيرا تابعت أنمي آنيا، منو ما يعرفه، كلش لطيفي. بما انه تحب ون بيس خلينا تشوفر زورا اوسوب. كانت قيد هنوك نطمح لمركز ثقافي ياباني تعلم فيه اللغات، منتجات، ايضا فنون اليدويه كالاوريغامي وايضا الرسم ورسم. تتميز اليابان بكثير من الفنون، ايضا نحب نقدمها ونطرحها للعالم.